اليوم فعاليات مهرجان أم الإمارات اللي استمر على مدى 10 أيام، واللي قدم نموذج من التنوع والتسامح الحضاري لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. أتمنى أن كل التقارير اللي قدمناها لكم نالت إعجابكم. خليكم مع آخر تقرير. والله الحمد، المهرجان حظى بإقبال كبير من الجمهور من مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى جمهور من خارج الدولة من مختلف الأعمار والجنسيات. المهرجان حظى بالعديد من الزوار اللي انتشروا وشاركوا في جميع الفعاليات الموجودة في المناطق الخمسة، بالإضافة إلى جناح أم الإمارات. برغم من تقلب الأجواء في الأيام اللي طافت، ولكن هذا ما منع الجمهور من أنه يحضر ويستمتع بالفعاليات والأجواء اللي موجودة. الجمهور يعني كان في إقبال شديد من الجمهور، الآلاف زاروا المهرجان ولله الحمد. آخر إحصائية أصدرناها كانت عدد الزوار اللي شاركوا في فعاليات القوة والتحدي في منطقة الأنشطة، وكان العدد يفوق 30,000 زائر. سعينا في هذه الدورة الأولى للمهرجان أم الإمارات إلى تسليط الضوء على إنجازات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله أم الإمارات، وإلى تسليط الضوء أيضا على دور المرأة الإماراتية في المجتمع ودور الأم في أسرتها وفي المجتمع الإماراتي. عندنا محل حلويات سكرية، كل شيء نحن نسويها بالإيد، فمثل ما أنتم شايفين الحلويات السكرية بكل النكهات والألوان تحضر هنا. أول ما نسويين كاندي كل الزوار يجوا، بالذات الريحة اللي تطلع من المحل فتجذب الناس عشان تيجي.